اكيد كلنا بنحب الشوبينج، وما تضرش يعني لو كان مع الشوبينج ده في شوية تنزيلات، لحد ما ظهر ما يسمى بالبلاك فرايدي او الجمعة البيضاء في الوطن العربي. بيعتبر يوم البلاك فرايدي هو اليوم اللي بيلي مباشرة عيد الشكر، ويعتبر اليوم ده بداية شراء موسم الهدايا لهدايا عيد الميلاد. فالناس والمحلات بتستغل اليوم ده انهم يعملوا تنزيلات على كافة المحلات عشان تستفيد بالقوة الشرائية اللي هتتعرض في الفترة دي. هل هتشتري في البلاك فرايدي ولا لا؟ وهل بتصدق في التنزيلات اللي هما بيعملوها؟ تعالوا نشوف رأي الناس. هل هتشتري حاجة في البلاك فرايدي؟ لا طبعا. ليه؟ بالنسبة لي البلاك فرايدي هي ضحك على الناس، يعني بيرفع في السعر بيقولوا لك ديسكاونت والسيل والكلام ده، نحن بنعمله بالناس يعني صراحة. ايوه. ليه بقى؟ عشان نمكوا علينا وبيقولوا لنا تنزيلات، بس هي مش معناها ست، هو بيبقى اولد كوليكشن وبيبيعوا لنا اللي هو نيو كوليكشن. وانت هتشتري طبعا. عادي، ما احنا مغفلين. باذن الله هنشتري. ليه بقى؟ محتاج الشتا جاي عليا وبتاع، محتاج لبس جديد وبتاع، فهشتري باذن الله يعني عشان الشتا وكده. طيب بتصدق في التنزيلات اللي بتعرض في البلاك فرايدي؟ بصدق. بتبقى حاجات كويسه وبيعملوا عروض كويسه برضو، معظم المحلات برضو بتعمل عروض كويسه، فباذن الله انا هنزل نشتريه برضو. والله على حسب يعني، على حسب المكان وعلى حسب يعني الشركه والبراند اللي منزل، يعني في براندات وفي شركات اصلا بينزلوا فعلا الحاجه وعروض، يعني عروض يعني مش فيك، وفي اماكن تانيه يعني برضو ايه يعني ما بينزلوش عروض قوي يعني، فاهم قصدي ازاي؟ سببين، اول سبب الزحمه الكبيره، تاني حاجه ان اللي انا عارفه او اللي انا سمعته ان الاسعار بتعلى قوي، بعد كده بتقل في البلاك فرايدي، ثاني بتبقى نفس السعر طبيعي، بس هو بيبقى نوع من انواع جذب للنادي. ما مش والله الفلوس معطره من دول، والواحد ممكن ينلاقي لها الحاجه غاليه جدا وبس. ممكن اشتري جراب للتليفون وكده، شويه حاجات يعني. بس انا بشوف يعني انا عن نفسي حاسس ان هو اللي هو بيحطوا زياده عن سعر الحاجه ويعمل تخفيضات، لان هو اكيد طبعا مش هيخسر في يوم ملوش اي لازمه يعني بالنسبه له. هو ده كان راي الناس. رضوى منير، ما بتخلص حكاياتنا على ال تي سي.